كمان كاميرا الإبداع في مصر قابلت المخرج كريم تجواوت، واللي أكد إن فيلمه اللي بيشارك بيه في المهرجان تعاون فيه مع مجموعة من الفنانين المحترفين وغير المحترفين. تعالوا نشوف كريم قال لنا إيه. فيلم عجيله يعني مدة تاعه 11 دقيقة. قدمت فيه مع مجموعة من الفنانين والممثلين غير المحترفين، حيتاش الفيلم محتاج ناس كدير ديك الخدمة، هو قريب يعني مثلا الفيلم الواقعي، فجبت ناس اللي مثلا اللي كيحفر القبور، جبت واحد كيحفر القبور بصح، جبت ناس قراب لذاك المحيط اللي غادي نصور فيه، يعني ناس تاع البادية. والقصة تاعه هو أنه كيدوي على عجيله في الدفن، يعني القصة تاع يعني لحظة الدفن، اش هو مصور لقطة بالضبط تاع لحظة الدفن بالضبط، كيفاش كيجيبوه كيفاش كيدفنوه، وفي الآخر يعني كنلقاو واحد المفاجأة. لا قليها من الأحسن للمشاهدة، يعني لما تشوف الفيلم حيكون بسن. قبل ما نصوره مع هو فيلم يعني لقطة واحدة، يعني درنا بزاف ديال الريبيتيسيون، بزاف ديال الإعادة، يعني تمارين باش تقدروا نصوروا المشهد، باش ملي غادي نجي نصور ما غاديش نبقى نعاود، ماشي بحال ملي كتصور بديكوباج عندك لقطة هنا كتعاود تقطع تصور من هنايا عاوتاني، يعني كتكون عندك فين تقدر تريشي فين تقدر تبدل. بصح في اللقطة الوحدة لا، غادي يجيو غيلعبوا كل شيء ضربة واحدة. نقدر نقول أنه بفعل العادة أن الإنسان كيحضر بزاف الجنائز إلى آخره، الناس كانوا قدامين تما هما محترفين كيحفروا يعني القبور، يعني الفقيه ديجا عنده إكسبيريونس كفقيه، لاقور كانت مع جوج الناس اللي لعبوا فقهاء، فبجوج بيهم يعني عندهم إكسبيريونس وعارفين أش كيديروا، فما كانش يعني في هذه المسألة هذه عاونتني بزاف باش أنه يدار الفيلم ويتصور بسلاسة ما يكونش بزاف ديال الإعادة. فيلم عجيل هو الفيلم الثالث ما قبل الأخير، هو الفيلم الأخير هو الفيلم الرابع، اسمه طيور زاحفة. الفيلم الأول كان سميته ميموار كرونيزم، هو فيلم سوريالي، والفيلم اللي موراه كان اسمه طيف الزمكان، كان شارك هنايا في مهرجان الأقصر وكان حصل على جائزة قناع توت عنخ آمون لأحسن إسهام، وأخذ يعني 16 جائزة دولية. والثالث فيلم هو عجيله اللي مشارك به هنا، وآخر فيلم هو زي ما قلت قبل طيور زاحفة، تقريبا يلا انتهينا منه ودي نبدأ دابا في تقديم المهرجانات.